النهاردة في الزمالك المتحدث الرسمي أحمد سالم فاجأنا صباحا وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن تخطل بعض الحدود المسموحة في النقد وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح والادعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين بالتحديد زياد طارق وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة الموثقة بالعقود والمستندات ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس الإدارة. لذا قرر المجلس الآتي تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام في حق المدعو مهيب عبد الهادي الذي اعتاد ترويج روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك سعيا وراء الترند دون النظر لما تمثله تلك الأفعال من إساءة في حق أكبر قلعة رياضية في مصر وكانت الطامة الكبرى عندما ادعى بالكذب والضلال وجود عملات بمبالغ كبيرة في أحد الصفقات رغم ما أعلنه النادي بالأرقام. ثانيا تكليف المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب بتقديم بلاغ للنائب العام وإقامة دعوى قضائية في حق المدعو مهيب عبد الهادي لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك وإطلاق شائعات مخلة بالشرف لا يقبلها سوى فاسد أو مخطئ. لذا كان اللجوء إلى منصات القضاء قضاء مصر الشامخ هو السبيل لكي يعلم الجميع أنه ليس لدينا سوى الشفافية. أنا أولا موافق جدا على الكلام بتاع أحمد سالم والبيان، لأن بصراحة يعني يمكن أنا أول واحد قلت أني مش عاجبني أداء مهيب عبد الهادي على الزمالك. أنا أنتقد الزمالك بحدة، ولكن إلا الزمم وإلا النيل من الاتهام الناس بالباطل. وأنا قلت لما عملت كده خدت أحكام، ولولا كرم مرتضى منصور لكنت محبوس. فإلا الكلام بالزمم. كمان أنا كنت متضايق من مهيب عبد الهادي، لأن بصراحة مهيب عبد الهادي كان مبالغا في الحديث في موضوع أشرف بن شرقي على حساب الزمالك. ومن أول الكابتن أحمد سليمان ما عمل العملية وبعد عن البرنامج والدنيا مش مظبوطة. وأنا قلت زمان مهيب عبد الهادي بيخترق غرفة ملابس النادي الزمالك وبيقول كلام بيساعد على التشويش. النهاردة المتحدث الرسمي قال لك ده كلام بيساعد على التدمير. مهيب عبد الهادي في أول رد لي قال لك توضيح هام، وأكد بشكل حاسم أنني لم أتطرق بالحديث عن مجلس إدارة نادي الزمالك نهائيا بخصوص صفقة الأوغندي ترافيس موتيابا أو زياد كمال، مع تأكيد الاعتذار الكامل بمجلس الاعتزاز الكامل بمجلس إدارة النادي بما يضم من شخصيات مميزة لها باع طويل مع العمل العام الناجح، وإنما الحديث عن ملابسات الصفقة كان يخص عمولات بعض وكلاء اللاعبين الذين تدخلوا في الصفقة. ده أول رد فعل من مهيب. الأستاذ أشرف عبد العزيز الذي يلجأ له مهيب باكيا في كل كارثة، ولسه موضوعي لسه الأسبوع اللي جاي ليا مفاجآت مع مهيب، طبعا هو اللي خلاه كتب الكلمتين دول وأنا مغمض، لأن الموسيقار أشرف عبد العزيز حد عظيم وكلنا بنحترمه. قال له اكتب الكلمتين دول، وما وصلني أنه حصل تواصل. ما هو اتكلم عن متيابة وكان هيتكلم عن زياد كمال زي ما قعد يغالف أشرف بن شرقي. أنا لما بيكون في حاجة تخليني أدافع عن المجلس بدافع بكل احترام وتقدير، بدافع بكل احترام وبكل تقدير، واخد بال حضرتك؟ ولكن بصراحة أنا شايف إن الكابتن حسين لبيب والمجلس صبروا على مهيب زيادة عن اللزوم منذ أن تعاقد مع الكابتن أحمد سليمان ربنا يشفيه، وأنا مش عايز أتطرق لده كتير عشان الراجل مريض وعامل عملية قلب مفتوح والدنيا مش مظبوطة، ومهيب وكأنه يدير أوضة اللبس وعنده كل أسرار اللاعبين.
فهو وقع في المحظور، وقع في المحظور، وكانت النتيجة انه الزمالك قرر ان يشتكي شكوى رسمية الى المجلس الاعلى للاعلام ويرفع دعوى قضائية وبلاغ للنائب العام. هو ابن حلال ويستاهل بصراحة يعني، ولكن المستشار اشرف عبد العزيز يبذل جهد كبير لحل الازمة. لا مهيب ابو علي مش زميلي، مهيب لا مش زميلي طبعا، مهم الزميلي ولا طول حياته كان زميلي يعني. لما انا رافع عليه قضايا فساعلن على ذلك الاسبوع القادم. ولكن يعني موضوع مهيب ناس كتيره جدا فرحانه فيه في الزمالك، وناس كتيره جدا بتتكلم فيه وتثني عليه. الله يسهله ويسترها في طريقه، وانا لا اريد الاذى لاي حد، وربنا يكرمه.